الجديده هي الفتره المقبله في متعاقبات او التعاقدات المعلقه. التعاقدات اللي هي انا بسميها في مرحله جاده من التفاوض عندنا تعاقدين، التعاقد الخاص بمدينه الصناعات الدوائيه 4 مليون متر، والتعاقد الخاص بمطور صناعي للصناعات الهندسيه في شرق بورسعيد على 4 مليون متر. بالنسبه للمدينه الصناعيه مدينه الادويه تمام. اخر تطور حضرتك ان احنا مضينا خطاب نوايا، بنبحث مع بعض حاليا دلوقتي مع الشركاء شكل الشركه اللي هينشئوها، اذا كان المنطقه الاقتصاديه هتبقى مساهم فيها ولا لا، هنستقطب الاستثمارات بقى. يعني احنا دلوقتي عندنا مثلا مصنع امريكي، بندور على مصنع فرنسي، ندور على مصنع صيني عشان نبني، عشان نعمر المنطقه بشكل. طيب قيمه الاستثمارات في يعني قيمه الاستثمارات هتكون عاليه، يعني متوقع لها في ال 4 مليون متر دول بنتكلم على 4 مليار، لكن انا ما بحبش اقول الارقام اللي هي ايه اسعد بيها المواطنين بدون، لكن اقول الرقم اللي في ايدي. الرقم اللي في ايدي حضرتك ان احنا بنتكلم على ما بين 70 الى 120 مليون يورو بنية أساسية في المرحلة الأولى، وبنتكلم على 624 مليون دولار اللي هو مصنع الأدوية الأمريكي. دول الحاجات اللي هي أستطيع أن أتحدث سنة بثقة أعلى من اللي جاي. لا هو حوافز جمركية أكتر من كده، احنا ما عندناش جمارك، جمارك عندنا صفر، يعني يدخل ويخرج زي ما هو عايز، عندناش رسوم ولا حاجة. الضرائب احنا ما زال الضريبة زينا زي باقي مصر، عندنا ضريبة على أرباح الشركات قدرها 22.5%، في انتظار قانون الاستثمار الجديد وما سيسفر عنه إذا كان هيدينا ميزة أعلى من 22.5%. تمام. حضرتك بالنسبة للأراضي المطورين الأهم فيها حديثة؟ لا ما هو المطورين أنا دول جزء من 23 مليون متر، فيهم 6 مليون متر بتوع المنطقة الصيني، كان معاهم مليون قبل ما نيجي إحنا كمنطقة، هم كان معاهم مليون وربع تقريبا، خدوا 6 مليون جداد، في مستثمر سعودي خد 6 مليون، وعندنا مجموعة من المطورين الصناعيين اللي كانوا بالفعل في المنطقة وكان في مشاكل قانونية، احنا انهينا تسويات مع 4 من الخمسة اللي كانوا موجودين، وده يعتبر يعني فضل ربنا انجاز طيب. هذه التسويات تم ارسالها الى مجلس الوزراء باعتبار انها كانت يعني نقول نزاع قانوني موجود قبل قرار صدور إنشاء الهيئة، فمجلس الوزراء لازم يقر هذه التسويات، أرسلناها بالفعل لإقرارها، نتعشم أن يتم إقرارها إن شاء الله بإذن الله.